ستبقى معي أستاذ جورج. فقط أذكر الذين انضموا إلينا الآن بأن غارات إسرائيلية استهدفت مسجدا في دير البلح بوسط قطاع غزة. هذه الغارات قبل قليل وصلتنا الأخبار الخاصة فيها. إذن مراسل حدث قتلى في غارة إسرائيلية استهدف مسجدا أو مسجدا في دير البلح بوسط غزة. إذن عدد الذين سقطوا نتيجة هذه الغارة في دير البلح وصل إلى 30 قتيلا. والجيش الإسرائيلي مشاهدينا يتحدث عن هذه الاستهدافات، قال بأنه استهدف هذه المناطق بناء على تحركات لما زعم بأنهم عناصر يتبعون لحماس. إذن هذه الغارات جاءت قبل قليل على دير البلح مشاهدينا. نذكر بأن غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية قبل نحو 3 ساعات كانت هي الأعنف، ونحن نتابع هذه الصور.